للوقوف على آخر تطورات المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة بعد أن حسم المرشح الديمقراطي أيضا سباق الانتخابات الرئاسية جو بايدن، ينضم إلينا السيد كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات عبر سكايب من واشنطن. مرحبا بك أستاذ كامل الحساني. يعني ترامب في مؤتمره الصحفي منذ أيام أكد على فوزه في بنسلفانيا، وها هي بنسلفانيا تدير ظهرها عنه. بما تفسر هذا التحول الذي أطاح بالرئيس السابق؟ هذا التحول مرتبط بالأرقام، بالحقائق، أنه الناخبين الذين أدوا بأصواتهم عبر البريد كانوا من الديمقراطيين، وبدعوة من الديمقراطيين نصحوهم بالاقتراح عبر البريد، وهذه النتيجة. بينما الرئيس ترامب والجمهوريين نصحوا أنصارهم بالذهاب شخصيا للتصويت حسب تقاليد التصويت المعتادة الأمريكية، وهذه هي النتيجة وهذه الحقيقة، وهذا حقيقة رياضية لا يمكن أن يخفيها الرئيس الأمريكي ولا غيره. أيضا أستاذ كامل، مجلة ناشونال انترست في مقال لها قالت فيه إن ترامب يخطط للثأر من بايدن، كيف نفهم ذلك؟ لا أدري إذا الرئيس ترامب عنده وسيلة للثأر من بايدن، بالعكس تماما. بعض المتطرفين من الديمقراطيين يتوقعون أنه بايدن سينتقم من الرئيس ترامب، وهذا أيضا مستبعد، لأنه الرئيس بايدن معروف بتسامحه، وخاصة أن خطابه واتحادي ومع الثقة والأمل والمحبة بين الجميع، ولا أعتقد أنه الرئيس ترامب قادر على أن ينتقم من الرئيس المنتخب بايدن. هناك حديث عن تزوير وعدم تدقيق حملة ترامب، يبدو أن لها ربما رأي آخر. يعني هذا الحديث عن التزوير وكذلك الحافلات المضللة التي وقفت، التأكيد على أنهم سيذهبون إلى القضاء، ماذا تتوقع أن يحصل يوم الاثنين المقبل؟ كل المراقبين حتى المناصرين للجمهوريين والرئيس ترامب يتوقعون أنه عمل المحامين سيكون صعبا بسبب عدم وجود أدلة كافية على تزوير شامل أو منظم أو نمطي جرى على الانتخابات. كلها جرت بالشفافية وفقا للتشريعات الاتحادية والتشريعات الولايات، وكلها مبرمجة وإدارتها كانت شفافة جدا، ولكن الدعوة إلى اللجوء إلى القضاء هذه دعوة مفتوحة، وهذه حقوق لكل الأمريكان، ويعتبرون القضاء هم أصحاب الجلالة بإصدار القرارات، والحجة ضعيفة، والقضاء يعني غير مسموح له أن يتدخل في موضوع التشريعات الخاصة بالولاية التي تنظم الانتخابات، ولا يتدخلون في موضوع النتائج عدا الشكاوى المتعلقة بالتزوير والجرائم والمخالفات، وعلى المشتكي أن يثبت أمام القضاء. ولحد الآن الإثباتات ضعيفة، وحتى القرارات الوقتية التي صدرت من القضاء كانت مؤقتة لحين أو معزولة في بعض المسائل لحين حسم القضايا. هناك حديث يعني يجري وعن احتقان، عن احتقان شعبي عليا في بنسلفانيا، اللي أخرت العد لمدة 6 ساعات في أصوات استلمت بعد ساعات الانتخاب في 3 نوفمبر. هذا هو. أستاذ كامل، يعني هل ترى أن الحديث عن التزوير وتصويت الأموات الذي تحدثت عنه حملة ترامب في مؤتمرها الصحفي يزيد فعلا من الاحتقان الشعبي؟ هل هناك فعلا احتقان شعبي؟ الاحتقان الشعبي نعم موجود، ليس بسبب التزوير. يعني حتى قبل الانتخابات هم أثاروا هذه النقطة، أنه هنالك حالات في انتخابات نصفية أو انتخابات عامة جرت
انه صوتوا لبعض الموتى، ولكنها حالات فرديه في امه تعدادها اكثر من 350 مليون، لم تكن شامله يعني وظاهره في الحمله الانتخابيه او الاجراءات الانتخابيه التي تمت، ولهذا الحجه ضعيفه جدا. اما موضوع الاحتقان، نعم الاحتقان موجود، هناك كثر من البيض يعتقدون ان الامريكان من اصل افريقيا وغيرهم من الاقليات هم يعني لا يحترمون التقاليد الامريكيه او حكم القانون، وكثير منهم متمرد، وكثير منهم يستفيد من المنافع بدون حق من منظومه المنافع الامريكيه وغيرها من المسائل اللي يعني يثيرها بعض يعني ولكن بالعموم ما ادري اذا الامريكان محظوظين بالنتائج التي تمت حتى بعد حتى يعني دروب اللي خففت من هذا الاحتقان. يعني لو صدرت النتائج بشكل فجائي من اليوم الاول ربما اللي يعني حصلت نزاعات او مشاكل شوارعيه، ولكنه هذا النتائج المتدرجة اللي اليوم أعلنت بشكل رسمي أعتقد خففت من الاحتقان، والكثير الآن مبتهج وفرحان بالنتيجة، ويتوقعون أن الرئيس ترامب بعد عودة البيت الأبيض سيعلن يعني اعترافه بالرئيس المنتخب بالقليل. حتى هناك أنباء عن مغادرة ترامب البيت الأبيض إلى المنتخب فرصة لأن يشكره بالخطاب المتوقع في الساعة الثامنة بتوقيت واشنطن. أستاذ كامل، هناك يعني أنباء يعني تواترت عن مغادرة ترامب البيت الأبيض إلى ناديه للجولف في فيرجينيا، هل هذا يؤشر على الاعتراف بالهزيمة من وجهة نظرك؟ نعم، أعتقد أنه ضغط النتائج القانونية والضغط الإعلامي حتى من قنوات محسوبة إليه أقرت بفوز بايدن، ولكن ما أعرف من هذا الخبر اللي الآن متداول قبل دقائق أنه الرئيس عاد إلى البيت الأبيض من منتجعه في فيرجينيا، والصور الآن نشرت في كل وسائل الإعلام. طيب أستاذ كامل، ألا ترى أن هذه الانتخابات ربما تحمل طابعا مختلفا عن الانتخابات التي حدثت من قبل من وجهة نظرك؟ نعم بالتأكيد، يعني لأول مرة في تاريخ أمريكا أنه 145 مليون ناخب يدلي بصوته بظاهرة، يعني أول مرة نشهدها، طوابير ساعات. أنا من الناس يعني 4 ساعات في طابور يلا جاني الدور حتى أدلي بصوتي، ولأول مرة الرئيس منتخب بايدن كسر الرقم اللي حققه الرئيس أوباما ب 69 مليون. اليوم بايدن حقق أكثر من 86 مليون صوت إله محسوب، وما زالت العد مستمر في بعض المناطق في بعض الولايات التي لم تحسم الأرقام، وهذه الأرقام مذهلة ومتوقعة بسبب الشد وبسبب الوسيلة اللي وفرتها الإدارات الولايات للمصوتين بأن يرسلوا أصواتهم عبر البريد بالطريقة اللي تمت. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن.